أغارت الشرطة الإندونيسية على منزل يعتقد أن نور الدين محمد توب كان مختبئا فيه في إحدى قرى جزيرة جاوة الوسطى. وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه قتل، إلا أن مصادر الشرطة ترفض تأكيد أو نفي تقارير مقتله. دوي الرصاص لم يهدأ في جزيرة جاوة الإندونيسية من منتصف النهار إلى ما بعد منتصف الليل، حيث تواصل تبادل إطلاق النار بين وحدة مكافحة الإرهاب ومجموعة من المسلحين المحاصرين في منزل في قرية صغيرة وسط الجزيرة. المهمة هي تصفية أو اعتقال نور الدين محمد توب، الرجل المنشق عن الجماعة الإسلامية وأحد أهم المطلوبين في جنوب شرق آسيا بسبب سلسلة من التفجيرات التي استهدفت البلاد في السنوات الماضية. السلطات الأندونيسية كانت قد وضعت مكافأة قيمتها 100,000 دولار أمريكي لمن يقدم معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على توب الماليزي الجنسية. وتتهمه السلطات الأندونيسية بالتخطيط لهجمات بالي عام 2002 ثم الهجوم على فندق الماريوت في العاصمة جاكرتا عام 2003 واستهداف السفارة الأسترالية عام 2004 في جاكرتا أيضا، ثم استهداف بالي مجددا عام 2005. وتوقفت هذه الهجمات في نهاية العام إثر اعتقال مئات من عناصر الجماعة الإسلامية وأنصارها، لكنها عادت في العام 2009 إثر سلسلة تفجيرات استهدفت فنادق في العاصمة جاكرتا الشهر الماضي. واعتبرت إندونيسيا أن التفجيرات تحمل بصمات توب الرجل الأخطر بحسب تعبيرها. علا مكي، بي بي سي.